السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. رغيف خباز يابس تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من ساقية، وغرفة ضيقة نفسك فيها خاليا، أو مسجد منعزل عن الورى في ناحية، تدرس فيه دفترا مستندا بساريا، معتبرا بمن مضى من القرون الخالية. خير من الساعات في فيء قصور عاليا، تعقبها عقوبة تصلى بنار حاميا. فهذه وصيتي مخبرة بحاليا، عوبى لمن يسمعها تلك لعمري كافية. فاسمع لنصح مشفق يدعى أبا عدا.